الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البشير النذير والسراج المنير. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن ينبأ كان من عادته أن يذهب إلى جبل النور على مبعدة ميلين من مكة المشرفة، فيأوي برحمة الله رب العالمين إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وذلك في شهر رمضان من كل عام. فلما أراد الله رب العالمين أن يكرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة، وكانت السنة التي قدر الله رب العالمين فيها أن يبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جاءه جبريل. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به من قبل عهد، وإذا فهي ظاهرة غريبة كل الغرابة، جديدة كل الجدة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشيء غير معهود لم يره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل، ولم يمارسه ولم يسمع منه من قبل لفظة واحدة. جاءه وهو يتعبد في غار حراء، فضمه قال: حتى بلغني الجهد، حتى كاد يشرف على الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أرسلني فقال: اقرأ. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فغتني، يعني فضمني بقوة وشدة حتى بلغني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. ففعل الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الآن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد أن لسانه يجري عليه من الكلمات والألفاظ ما لم يعهده هو من كلامه، ولا من لفظه ولا من بيانه. فهذه ظاهرة غريبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هو لا يملك لها تأويلا ولا يملك لها تفسيرا. ما هذا؟ لم يرى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل قبلها، ولم يسمع منه وحيا قبل هذا الذي سمعه منه الآن. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل مع هذا الأمر الجديد بمنطق فريد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتأمل في المعهود لنفسه من كلامه. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، أي بلغة العرب، وصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تبدأ هذه الظاهرة معه كان يتكلم بكلام بليغ ولفظ فصيح،
ولكن هذا الذي أتاه الآن بهذه الصورة يختلف عن كلامه اختلافا جذريا، ويختلف عن المألوف من لفظه اختلافا كليا. ما هذا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد فارقا لا يقاس، وبعدا لا يمكن أن يمتد إليه طرف فيبلغه، بين كلامه هو والمعهود من لفظه هو وما يجري به لسانه من كلام العرب، وهذا الذي جاء به، هذا الذي ضمه ثم أرسله وضمه ثم أرسله وضمه فأرسله ثم قال له ما قال ثم انصرف. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرق الآن بين هذا الكلام الجديد الذي يجني على لسانه مكلفا بأن ينطق به وأن يردده، وبين كلامه هو، وبين المعروف من بيانه، وإن كان في الفصاحة ما هو، وإن كان في البلاغة على القمة التي لا تدانى. وينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسلم بادئ الأمر بالظاهرة الوحي، لأنها شيء غير مألوف لديه ولا معهود عنده، فينزل إلى الطاهرة رضوان الله عليها إلى خديجة، ويبثها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نجواه حزنه وخوفه وقلقه واضطرابه، يقول لها: يا خديجة، إني لأخشى أن يكون رأيا من الجن يعتادني. فأما الطاهرة رضوان الله عليها فإنها تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله يا ابن العم، لن يخزيك الله أبدا. ثم تعدد ما تألفه وما يعرفه الناس من خصاله ومن سجاياه ومن محمود صفاته ومن المتعارف عليه من أمر ما يتصف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المستفيض الشائع بين العرب ممن يعرفه ويعامله وممن يسمع عنه ولم يره صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله يا ابن العم، لن يخزيك الله أبدا. ثم تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها بصدد تجربة تريد أن تمتحن بها هذا الذي يأتيه، فتقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءك فأخبرني. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتاه جبريل بعد قال: يا خديجة، قد جاءني. فوضعت خمارها وكشفت عن رأسها رضوان الله عليها، قالت: أتراه الآن يا ابن العم؟ فقال: لا، لقد ذهب. قالت: إنه لملك كريم، ولو كان شيطانا لثبت. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعامل مع هذه الظاهرة غير المألوفة لديه ولا المعهودة عنده في هذا الوحي الذي يتنزل من عند الله رب العالمين، تذهب خديجة رضوان الله عليها من أجل امتحان آخر في هذا الشأن الذي يتنزل على الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد ما بلغ الأربعين، وهي لا تعلم عنه إلا الخير كل الخير، ولا تستطيع أن تأتيه لا هي ولا غيرها، ولكنها لصيقة به ملازمة له، فشهادتها هي الشهادة. ولأن المرأة مع زوجه لا يكون متكلفا ولا يكون مفتعلا لسجايا وخصال يمكن أن تروج على الناس خارج بيته، وإنما يكون مع زوجه كما يكون على المعهود من طباعه، ومع ذلك تشهد له الشهادة التي ليس فوقها شهادة إلا شهادة الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. تذهب خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل من أجل أن تعرض عليه هذا الذي طرأ على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان رجلا متحنفا قد قرأ الكتاب الأول
ورد عبادة الأصنام ونبذ عبادة الأوثان ولجأ إلى الواحد الديان، فعنده علم بلا شك عما كان يعتاد الأنبياء والمرسلين وما يتأتى من أمور غيبية لا تخضع لقانون الحس ولا تقع تحت طائلته. فذهبت خديجة رضوان الله عليها إلى ابن عمها فعرضت عليه أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان من ورقة بعد أن سمع إلا أن قال: قدوس قدوس، إنه لهو الناموس، والناموس في الأصل هو صاحب سر الرجل، يعني إنه لجبريل صاحب سر الوحي، الأمين الذي يتأتى بالوحي للمرسلين من عند الله رب العالمين، إنه للناموس الذي كان يتنزل على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه ما زال في أمر الوحي على غير استقرار يعهده من نفسه على هذا الشأن الجديد. ثم يعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الغار قلقا متحفزا متوفزا يترقب ويترصد لهذا الشأن الجديد الذي عرض له ولم يكن مألوفا لديه فيما مضى من عمره المديد السعيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يأتيه جبريل عليه السلام فيراه سادا ما بين الأفق ويقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن يعلم أن ما يأتيه من أمر السماء بهذا الوحي الأغر إنما هو من كلام الله رب العالمين، ويعلم أنه هو النبي الخاتم المبعوث صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس، مطلق الناس في مطلق الزمان ومطلق المكان، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا فمعجزته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أنه متميز متفرد في بعثته ونبوته ورسالته، كذلك معجزته متميزة متفردة بذاتها لذاتها بفضل الله رب العالمين. ومن عجب أن الله جل وعلا عندما أجرى المعجزات على أيدي السابقين من المرسلين كان سبحانه يجعل المعجزة التي يتحدى بها النبي المرسل إلى قومه قومه يتحدى بها قومه تكون من فعل الله رب العالمين لا صفة من صفات الله رب العالمين إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء والمرسلين قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الواحد منهم يأتي بمعجزة هي من فعل الله رب العالمين، وفعل الله جل وعلا يمكن إذا ما وقع أن ينقضي، ويظل الله رب العالمين قادرا على الفعل، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء، وهو على ما يشاء قدير. فالله رب العالمين عندما شق البحر لموسى عليه السلام كانت معجزة ظاهرة وآية باهرة، ولكن البحر ليس منشقا إلى يوم الناس هذا، وإنما عاد البحر فالتأمت أمواهه وعادت إلى طبيعتها التي خلقها الله عليها. والله رب العالمين عندما جعل قوة الإحراق في النار غير فاعلة شيئا من أدم بإبراهيم عليه السلام كان ذلك لإبراهيم خاصة، ثم عادت النار لطبيعتها محرقة متلظية بلهب ولظى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن هذا كله من فعل الله رب العالمين، لأن هذا كله من فعل الله رب العالمين لا صفة من صفات الله رب العالمين. وأما القرآن فكلام الله وكلام الله صفته، ولذلك فمعجزة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبرى وهي القرآن العظيم معجزة متفردة في ذاتها، لأن القرآن كلام الله جل وعلا بنص القرآن العظيم،
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالقرآن كلام الله رب العالمين، وكلام الله جل وعلا صفة من صفات الله رب العالمين. أما الفعل فإنه يظل باقيا بإبقاء الفاعل له، فإذا أراد أن يمحوه محاه، وذلك شأنه سبحانه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأما الصفة فإنها باقية ببقاء الموصوف بها، والله رب العالمين هو الباقي الأول الذي لا بداية له، والآخر الذي لا نهاية له، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، سبحانه سبحانه. والقرآن صفة من صفات الله رب العالمين، فكذلك شأن القرآن العظيم. النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل عليه القرآن العظيم آيات تتبعها آيات في 23 عاما، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدى القوم أن يأتوا بمثله، فإن لم يستطيعوا فبعشر سور مفتريات لمثله، لأنهم قالوا إنه قرآن مفترى فتهكم بهم القرآن العظيم. إذن فأتوا بعشر سور مفتريات فلتكن كذلك من حيث الافتراء، ولا نطالبكم بشيء أصيل. ولكنهم يعجزون أيضا عن أن يأتوا بمثل ذلك، وإذن فليترقى بهم التحدي شيئا من بعد شيء، فلتأتوا بمثل أقصر صورة فيه. فإذا ما عجزوا مع وجود الداعي والمقتضي، ومع وجود المقدرة البيانية التي وصلوا فيها إلى الغاية وفوق المنتهى، فقد ثبت الإعجاز، ودل على أنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من كلام الله رب العالمين. وتأمل في كلام ربك جل وعلا، وانظر كيف يجبههم الله رب العالمين في قضايا مستقبلية لا يملك الإنسان العاقل إذا لم يكن على بينة من ربه قوية أن يغامر بعرض مثلها، وإلا لكان خارجا من حدود العقل متعديا لحدود النهى. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مرسل من عند الله رب العالمين، هو نفسه عندما يتعامل مع ظاهرة الوحي يجدها غريبة عليه، ويجد هذه الظاهرة القرآنية متفردة في مسلك حياته وفي ثنايا وفحوى خطابه، هو يتكلم، ولكن هذا الذي يتنزل عليه من السماء كلام ليس بمعهود لديه، وليس بمعهود في كلام البشر قط. وإذا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما تكلم بالأمر من أمر الله رب العالمين وحيا، فهو مسوق إلى ذلك، لأن هذا الأمر ليس إليه، والمنتهى فيه لا ينتهى عنده فيه، وإنما ينتهى فيه عند الله رب العالمين. ولذلك يتحدى الله رب العالمين الخلق أجمعين، بل يتحدى الله رب العالمين الجن، ولم يتحدى الله رب العالمين مع الإنس والجن الملائكة، لأن الملائكة لا اختيار لهم، والله رب العالمين يتحدى أصحاب الاختيار الذين يملكون أن يفعلوا وأن لا يفعلوا، ويملكون أمر الطاعة والمعصية، والملائكة ليسوا كذلك. وعليه فالله رب العالمين يقول في القرآن العظيم بلهجة هي التحدي كله، يقول الله جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن، فهذا تحد على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحد ثان لا يأتون بمثله في الحاضر والحال، وهذا تحد ثالث. ثم يقول: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهذا تحد رابع بلهجة شديدة، فلو كانوا قادرين على أن يأتوا بشيء من مثله
فأصحاب العقول لا يركبون المركب الصعب ويدعون المركب الوطيئة اليسيرة السهلة من أجل الوصول إلى الغاية الواحدة، وإلا لكانوا خارجين عن حدود العقل. هم الآن يدعون هذا التحدي، ولو كانوا قادرين على الإتيان بمثله لنقضوا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعواه النبوة، ونقضوا فحوى الرسالة، وقالوا هذا القرآن الذي قلت إنا لا نستطيع أن نأتي بمثله، لأنه ليس من كلام البشر، قد جئنا بمثله، وعندئذ ينقضون عليه دعواه، ولكنهم يدعون هذا جانبا فلا يحاولوه، وإنما يسيرون في الطريق الوعري ويركبون المركب العسير، ثم يدعون كلام اللسان إلى حد السنان فيقتلون ويقتلون، وهذا أمر يدل على العجز المطلق منهم أمام هذه الظاهرة التي جدت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجبههم ويتحداهم، بل في خاصة أنفسهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هذا أمر دار بين حنايا صدورهم، ودار بين فحوى القلوب وفي سرها المستكن في ضميرها، ومع ذلك يمزق هذا الحجاب من الغيب ويقول لهم أنتم تقولون في أنفسكم لولا يعذبنا الله بما نقول. فلو أنهم كانوا عندئذ غير محدثي أنفسهم بهذا الذي ذكر القرآن حديثه في الأنفس عنهم لقالوا إن القرآن حاش لله رب العالمين يكذب علينا، وما حدثنا أنفسنا بهذا الذي قال القرآن العظيم. بل إن القرآن العظيم يأتي في قضية اختيارية يملك المرء فيها زمام فعله تماما، ثم إن الدافع عنده قوي متين، ثم يتحدى القرآن العظيم صاحبها، وإنه لطاغوت من طواغيت الجاهلية، محارب لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يدع سبيلا يسلك إلا سلكه من أجل محاربة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى هلك. ثم إنه لما هلك جعل الله رب العالمين في مهلكه آية حتى أبناؤه لم يستطع واحد منهم أن يقربه، لأن الله رب العالمين أماته بداء كانت العرب تخاف منه وتنفر من ذكره، يظنون العدوى فيه قاتلة ليس بعد قتلها من قتل. فلما هلك هاب أبناؤه أن يقربوه حتى حبط وانتفخ وجيفا، ثم لما خافوا المعابة والسبة به بعد حين من أفواه العرب القائلين في أودية البيان والبلاغة كل ما يقال، أخذوا يرجمونه ويحذفونه بالحجارة حتى طمته وعمته، فكان بعد موته مرجوما مع ما ينتظره من العذاب الأليم يوم القيامة، كما قال القرآن العظيم: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. والله رب العالمين يتوعده بالنار التي سيصلاها، سيصلى نارا ذات لهب. كان يمكن لأبي لهب في قضية اختيارية ليس مجبورا على ضدها وليس مختارا إلا في فعلها، كان يمكن أن يقول: محمد يتحداني بنار ذات لهب، ولو أني آمنت بمحمد لنجوت منها. إذن ولو نفاقا يقول في الحال وفي التو واللحظة: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لا يقولها حتى يهلك وحتى يقدم على ربه ذلك القدوم المريب الذي ذكرت صفته بفضل الله رب العالمين. النبي
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتكلم قبل نزول القرآن، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطبهم بفصيح وبليغ الكلام وعذب البيان، ومع ذلك لما جاء القرآن العظيم تحيروا ودهشوا، لأنهم أرباب البيان وأصحاب البلاغة، وهم يعلمون لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفته، وإذا فهذا كلام ليس ككلام البشر، ولذلك تستطيع أن تقول إن أي محاولة للتحريف في لفظ القرآن العظيم لا بد أن تبوء بالفشل، لأن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا حفظ الله رب العالمين للقرآن المجيد. وأيضا لأن من عوامل الحفظ في القرآن المجيد عامل خطي جدا، وهو أن القرآن كلام الله وكلام الله صفة الله رب العالمين، وأما كلام البشر فصفة البشر، فإذا ما دس من صفة البشر ولو حرف واحد فيما هو من صفة الله رب العالمين لا بد أن يجفوه القرآن العظيم، ولا بد أن ينبو هذا الذي دس في القرآن العظيم عما هو نازل من عند الله رب العالمين منزل من لدن حكيم خبير. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جبههم بالمعجزة الكبرى مع المعجزات الكونية التي من بها الله رب العالمين عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لم يكن معهودا لهم مثل شق القمر، فصار فرقتين كل فرقة على جانب من أبي قبيس وهو جبل في مكة حتى رأوه عيانا، ولكن التكذيب عندهم هو التكذيب، والمعجزة ليست مرسلة ولا مبعوثة لهم وحدهم، وإنما هو رسول كافة ونبي عامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مطلق الزمان وفي مطلق المكان. وإذا فلا بد أن تكون المعجزة باقية، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موسى عليه السلام يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، والنبي ينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كانوا 100,000 لسقوا وسقوا ولحملوا وارتووا بفضل الله رب العالمين، لأن الكم هنا لا نظر إليه ولا تعويل عليه، وإنما الأصل أي أن من أجرى هذا بدءا قادر على أن يجريه إلى يوم يبعثون وهو على كل شيء قدير. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان متكلما قبل نزول القرآن العظيم، ثم جاء القرآن مبينا وجاء القرآن مخالفا لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ظاهرة لا تجد لمثلها نظيرا في دنيا الله رب العالمين منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستطيع أن تأخذ الصحيحين حتى لا يماري معك أحد في أن هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خذ البخاري ومسلم وجعل القرآن بينهما وانظر في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جرى على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقرأ من البخاري ما شئت، واقرأ من مسلم ما شئت، ثم انقل بصرك إلى القرآن العزيز. وأيضا هو قد جرى على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انظر فارق ما بين الأسلوبين وعظيم مبعدة ما بين هذين السياقين، فهذا كلام الله جل وعلا أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظه ومعناه من باب أولى، ثم إن الآخر هو كلام الله رب العالمين بمعناه أجراه لفظا من لفظ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تستطيع أن تجد مثل هذه الظاهرة على تاريخ البشرية وفي امتدادها أبدا إلا
عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القرآن وحي الله رب العالمين وليس من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا تجد القرآن ينزل منجما مفرقا في 23 عاما على قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى اختلاف الدواعي وعلى تباين المناسبات وعلى امتداد السنين والأعوام، والنبي يتنزل عليه القرآن منجما ولم ينزل عليه جملة واحدة مجموعا بين دفتين، وإنما آية من بعد آية أو جملة من بعد جملة من الآيات. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما نزل شيء من القرآن يجعلوه يقول جعلوه في الموضع الذي تذكر فيه كذا، وراء الآية التي هي كذا، والنبي يرتب لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يكون بين السياقين من الأعوام ما يربو على 20 عاما، ثم إنه بعد ذلك يجمع بين دفتين كتابا واحدا، وتتأمل فيه من فاتحته إلى خاتمته لا تجد اختلافا ينبو به اللسان عنه أبدا، لأنه كلام الله رب العالمين وصفة الله رب العالمين كلامه. فالقرآن العظيم لأنه كلام الله جل وعلا لا تجد فيه اختلافا أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم أنهم عندما ينظرون في هذا القرآن العظيم ويجبههم لفظه أول ما يجبهون به من أمر الرسالة، الرسول لا يملك شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور المعجزات الكونية حتى التي اقترحوها عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رقي في السماء أو نفق في الأرض، أو أن تكون له جنة تجري فيها الأنهار وتسبح فيها الأطيار وتعبت فيها بالأفنان أتلك الأهواء بالنسيم العليل في جوف الأسحار، يقترحون على النبي الآيات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا لا يمكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شيء من تلك المعجزات الكونية على حسب أهوائهم هم، وإنما يجبههم بالقرآن العظيم ويتحداهم: أليس رجلا عربيا؟ أليس القرآن بعربيا؟ إذن أنتم أرباب الفصاحة وأساطين البلاغة والمتمكنون من البيان، فلتأتوا بمثل أقصر صورة فيه. ولأنهم كانوا يحترمون اللفظ الشريف ويقفون عنده مقهورين مدهوشين، لأنهم وصلوا في اللغة إلى ما فوق المرتقى والمنتهى، لم يحاول واحد منهم له مسكة من عقل أن يأتي بشيء في المعارضة للقرآن العظيم. وأما الذين فسدت عقولهم فمحاولاتهم تضحك الثفلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يجلسون فيما بينهم يتدارسون أمر محمد والقرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون: أليس فيكم رجل له في الكهانة وفي الشعر وفي تلك الأمور التي جاء بمثلها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يذهب إليه فيسمع منه، ثم يأتينا بنبأ وكلمة موحدة نصدر عنها في اتهام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن ما ادعى من أمر النبوة وأمر الرسالة، ويقوم له عتبة فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجلس بين يديه ويقول: يا محمد، ما هذا الأمر الذي قد فرقت به بين عشيرتك والذي جعلتهم به بددا ومزقا؟ فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدرا من آيات سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندئذ يقوم الرجل فيجعل يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، نشدتك يعني حلفتك
نجتك، نجتك الله والرحم إلا ما كتبت عن هذا الذي تقول. ثم يعود قلقا مبهوتا دهشا حائرا يقول القوم والله لقد سحره محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرجل فيحترم عقله يقول والله ما هو بشعر ولا بكهانة تقولوا فيه قولا غير هذا. وهم يدعون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساحر، وهو ادعاء عجيب يدل على ذهاب مسكة العقل من هؤلاء المدعين. لأنه ما دام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملك هذه المقدرة ويسحر الناس، فلماذا لم يسحركم أنتم وأنتم الذين تكذبون؟ ولماذا لم يعمل ملكاته السحرية فيكم أنتم لكي يخلص من معارضاتكم ولكي يأمن جانبكم؟ والمسحور لا يملك مع ساحره قوة ولا يستطيع لأمر السحر عنه ردا ولا له دفعا، فلماذا وهم مسحورون يعارضون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هو كلام فائل لا قيمة له، يدل على الطيش والخفة، أو قل إن شئت الصواب يدل على الحيرة وعلى الدهش الذي قد تملكهم عندما سمعوا لفظ الله الذي أو كلام الله الذي أنزله الله رب العالمين على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يبصرنا بأحكامه، وأن يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويطعم بمواعظه ويتوقف عند حدوده وينتفع بقصصه، ثم يجعله لنا شفيعا يوم القيامة وفي قبورنا نورا وهداية ورشادا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلهو حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، فلهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين جعل هذا الظرف الزماني ظرفا لنزول القرآن العظيم، فأنزل الله رب العالمين القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان لعلم الله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه من مثقال ذرة ولا أصغر منها. أنزل الله رب العالمين القرآن العظيم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان. وإذن فالقرآن العظيم كما قال الله رب العالمين قد أنزل في الليلة المباركة في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان. ثم أنزل القرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منجما مفرقا على حسب الحوادث في 23 عاما من عمره المديد السعيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن العظيم ظرفه الزماني في التنزيل هو شهر رمضان،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. كل ذلك في شهر رمضان المعظم بتعظيم الله رب العالمين إياه. وإذا فحق هذا الشهر من القرآن عظيم عظيم، ومن السنة أن يتدارس القرآن كما كان يفعل النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع جبريل عليه السلام في القرآن العظيم في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، كما مر في حديث عبد الله بن عباس رضوان الله عليهما: إن القرآن العظيم شأنه عند الله رب العالمين شأنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، يعني تجادلان عن صاحبهما، يعني الذي قد حملهما لفظا وعمل بهما أداء ومعنى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهذه الأهلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفسرة كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الذين كانوا يقرؤونه في الدنيا ويعملون به بعد أن يقرؤوه، لأن هذا هو المقصد الأسمى والمقصد الأعلى من تنزيل القرآن العظيم لكي يعمل به في دنيا الله رب العالمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم صفة القرآن في تلاوته وفي التعامل معه على المؤمنين والمنافقين، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن المؤمن طيب في ذاته، ثم هو طيب في ظاهره عندما يكون تاليا لكتاب الله رب العالمين. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، وهي شيء من الثمار كالبرتقال والتفاح، له ظاهر طيب حسن، وله باطن طيب بل أطيب وباطن أحسن بفضل الله رب العالمين. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. وأما المنافق الذي يقرأ القرآن فمثله كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فمثله كمثل الحنظلة، طعمه مر وكذلك لا ريح له، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يهولنك أنك لا تحمل من القرآن قدرا تستطيع أن تقوم به في ليالي رمضان أو تكون تاليا له بين يدي ربك تبارك وتعالى الساعات الطوال ذوات العدد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أمر خطير عندما قال: احشدوا، يعني اجتمعوا كأنما سيخرجون لمعركة، فحشد من حشد واحتشد من احتشد. فلما تجمعوا، لأنه قال بدءا: احشدوا فإني سأقرأ أو أتلو عليكم ثلث القرآن، فاحتشدوا للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فقام بينهم فقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، ثم دخل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: ما نرى انصرافه إلا لوحي نزل من السماء.
ثم إنه سيخرج صلى الله عليه وسلم فيتم بعد ذلك تلاوة ما بقي من الثلث الذي وعد بتلاوته علينا. ولكنه خرج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: قلت لكم احشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، وإني قرأت عليكم قل هو الله أحد الله الصمد، وإنها لثلث القرآن. بل يقسم على ذلك النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الأصل أن تقوم بين يدي الله رب العالمين بما معك، وما معك كثير غير محتقر، لأنه كلام الله رب العالمين. فعن أبي سعيد رضوان الله عليه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه سمع رجلا يتلو في الليلة التي خلت سورة الإخلاص قل هو الله أحد يرددها، يعني قام بين يدي ربه تبارك وتعالى بسورة الإخلاص يرددها، ربما ليس معه سواها، وربما لأنه يحبها كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين، يتقالها يعني يعدها قليلا. الرجل الذي يذكر صفة الرجل التالي لسورة الإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يعد سورة الإخلاص قليلة، يتقالها يحسبها قليلة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لثلث القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة لما أرسل سرية فجعل عليهم رجلا، فكان الرجل إذا أراد أن يصلي بهم قام إلى الصلاة فقرأ ما شاء الله أن يقرأ بعد الفاتحة، ثم قرأ سورة الإخلاص، لا يتعدى هذه العادة ولا يخرج عنها أبدا. فلما عادوا من سريتهم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو لهم: سلوه لماذا يفعل ذلك؟ فلما سألوه قال: إني أحبها. فقال: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها. وأيضا في الترمذي أن رجلا كما يقول أنس بن مالك رحمة الله عليه ورضوانه كان يعم الناس في مسجد قباء، فكان إذا أراد أن يصلي بهم في الجهرية قرأ الفاتحة وسورة الإخلاص ثم يقرأ ما شاء الله رب العالمين أن يقرأ، فقالوا له: إما أن تكتفي بها وإما أن تكتفي بما تقرأ مما عداها، وإلا لنحملن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أنا بتاركها أبدا، وإن كنتم تريدون تركها فالتمسوا إماما غيري. وكانوا يرون أنه أفضلهم فضلا وأعظمهم شأنا، فحملوا أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: اسألوه لما يفعل ذلك. فقال: إني أحبها. فقال: قولوا له حبك إياها أدخلك الجنة. الأمر يسير، ولكن لا بد من التعامل مع كتاب الله رب العالمين في هذا الشهر الجليل، وإنها لا أعظم عبادة قط أن تتوسل إلى الله رب العالمين بكلامه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من قرأ في القرآن حرفا أخذ به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم يصحح للناس أمر العد والحساب، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيا لله العجب، كم يأخذ الإنسان إذا ما أقبل على كتاب الله رب العالمين فقرأ جزءا أو قرأ أكثر من ذلك أو ردد محفوظه بين يدي الله رب العالمين إن لم يكن مستطيعا للقراءة في المصحف ولم يكن حافظا، فإنه عندئذ يردد ولو سورة الإخلاص يتقرب بها إلى الله رب العالمين. والله رب العالمين صاحب القبض الجزيل وصاحب النفع العميم. والله رب العالمين قد أكرمنا بهذا القرآن العظيم، فعلينا أن نتعامل معه بهذا الأدب الجليل من عدم هجره. وهذه أولى المراحل على طريق طويل يسلك إلى مرضاة الله رب العالمين، وإن شاء الله الجذبة فعلها لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولكن عليك أن تتعلم من القرآن قدرا بفضل الله رب العالمين تقوم به لياليك
ويكون شافعا لك بين يدي الله رب العالمين. بل في الحديث الحسن لغيره، بل إنه حسن لذاته إن شاء الله رب العالمين، الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من القرآن سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى حجب عنه العذاب، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إن القرآن يشفع للعبد في قبره بفضل الله رب العالمين، وكما قال عثمان رضوان الله عليه: إن الناس يبعدون ويحضرون كتاب الله جل وعلا لشيء في قلوبهم، ويقول: لو صفت القلوب ورقت النفوس ما شبعت من كلام الله رب العالمين قط. فعلينا أن نخص رمضان بمزيد اعتناء بكتاب الله رب العالمين، فإنه هو الأصل، وعلى المرء أن يجتهد فيه كما يريد الله رب العالمين أن يعطيه إياه من الفضل، غير أن الإنسان يعرض نفسه لفضل الله رب العالمين. أما أن يتخذ القرآن مهجورا فهذا أمر لا ينبغي أن يتأتى من مسلم أبدا، لأن معرفة إقامة الحروف في أولى المراحل، ثم فهم النص على وجهه مرحلة ثانية، ثم البحث في الناسخ والمنسوخ منه، وفي الأمر وفي النهي منه، وفيما ينبغي أن يعمل به من كتاب الله رب العالمين على نفسه في ذاته، وعلى نفسه في أهله، وعلى نفسه في مجتمعه، وعلى نفسه في الأرض والسماء وما بين ذلك مرحلة ثالثة، ثم التوقف عند العمل بكتاب الله رب العالمين أمر ثالث. وإن عمر رضوان الله عليه لما لقي نافع بن عبد الحارث عند ظاهر مكة بعسفان قال له: يا نافع، من تركت أميرا على مكة؟ لأن عمر كان قد ولى نافعا هذا على مكة، فقال: من تركته عليها واليا؟ فقال: جعلت عليها ابن أبزي. قال: ومن ابن أبزي هذا؟ فقال: هذا مولى من موالينا، يعني لم يكن رجلا حرا خالصا في حريته، وإنما كان مولى من مواليهم. فقال: سبحان الله، جعلت على الناس مولا من الموالي. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضوان الله عليه: أما إني قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. انظر إلى رفع الله رب العالمين بالقرآن في الدنيا أقواما، بل في قبورهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم بالقرآن وأخر في أمر اللحد في القبور في شهداء أحد، وكلهم على الصواب وعلى المعدلة رضوان الله عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبعون استشهدوا في موقعة أحد، وحفرت لهم قبورهم ولحدت لهم لحودهم، وكان يقدم الرجل بعد الرجل في القبر الواحد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيهم أكثر حملا لكتاب الله؟ فيقولون: فلان يا رسول الله. فيقول: قدموه. فانظر كيف قدم القرآن في الحياة وفي القبر، ويقدم يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، يعني يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل. وارتقي يعني معلو، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وإذا فمنازل الجنة بعدد آيات القرآن، في درجات 100 ذكرها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تنتقل من منزلة إلى منزلة ولو في الدرجة الواحدة إلا بعدد ما تحمل من آي القرآن العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عباد الله، تعاملوا مع القرآن على أنه كلام الله رب العالمين، فإذا ما سمعته أو نظرت فيه أو تلوته فعليك أن تضع هذا الأمر في خاطرك وفي قلبك، وينبغي أن يكون بإزاء روحك وملاصقا لنفسك، وهو أن الله رب العالمين يخاطبك كأنما يقول لك: يا فلان ابن فلان، هذا كلامي مني إليك. فعند الأمر كأنما يخاطبك كفاحا من غير واسطة، وعند النهي كأنما ينهاك كفاحا من غير واسطة. لو وضعت هذه القاعدة في التعامل مع القرآن العظيم في خاطرك ونفسك
لاستفدت من القرآن فائدة تدخل بك الجنة من أوسع أبوابها، وكله وسيع، بل إنك تنادى يوم القيامة من أبوابها جميعا كالصديق معه رضوان الله عليه. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبلغنا رمضان، فإذا ما بلغناه أعنا على فروض الطاعة فيه ونوافلها، فإذا ما أدينا ما من به علينا تقبل منا برحمته، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واحنا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا، فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم حملنا كتابك المجيد وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين. اللهم حملنا وآباءنا وأمهاتنا، حملنا وإخواننا وأخواتنا، حملنا ونساءنا وأبناءنا وبناتنا، حملنا وحمل المسلمين أجمعين برحمتك كتابك المجيد، واجعلنا جميعا من التالين له على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.